ابقى معنا من جباليا شمالية قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، الوصول إلى مستشفى كمال العدوان صعب، لكن هل وصلت إلى مزيد من المعلومات فيما يتعلق بوضع الأطقم الطبية والمرضى؟ عم سهام، الوضع زاد سوءا مباشرة بعد تسجيل هذا التقرير. قذيفة مدفعية سقطت في قسم الاستقبال، معجزة حالت دون أن تكون هناك كارثة بعد أن لم تنفجر هذه القذيفة، لكنها كانت كافية إجبار الأطقم الطبية والجرحى على الخروج مسرعين هلعين أيضا من المستشفى يجرون جرحاهم، والطواقم الطبية كذلك خرجت على عجل، وكذلك قسم الأطفال الخدج في المستشفى. مستشفى كمال العدوان هو أساسا مستشفى للأطفال والنساء والتوليد. الوضع كان صعبا، أصعب بكثير من أن يتم وصف. القذيفة سقطت مباشرة في قسم الاستقبال في داخل المبنى. طبعا خلال اليوم الماضي كانت هناك شظايا تصل إلى المستشفى، ولكن أن يكون الاستهداف مباشرا ومركزا بهذا الشكل هذا أمر غير مسبوق. مضطر جميع الطواقم الطبية إلى المغادرة. الآن بعد عدة ساعات وقبل هبوط الليل، لأنه لا يوجد أي بديل عن هذا المستشفى على الإطلاق، اضطرت الطواقم الطبية إلى أن تعود. يمكن القول أن ذلك فيه جسارة كبيرة على اعتبار أن المخاطر لا زالت شديدة. حتى نكون أكثر دقة، هناك دبابة إسرائيلية تقف على ناصية شارع كمال عدوان من الناحية الشرقية تبعد 300 متر، وهناك قناصة يطلقون الرصاص على كل من يقترب من تلك البوابة الشمالية. هناك بوابة صغيرة من الناحية الغربية هي التي قصفت، لكن على أو بحذر شديد يمكن للأطقم الطبية أن تتحرك. لماذا عادوا؟ لأنه لا يوجد أي مستشفى يمكن أن يقدم خدمة طبية. المجازر لا زالت مستمرة، القصف أيضا لا زال مستمرا بالتزامن مع قصف مستشفى كمال العدوان وإخلائه الجزئي الذي حصل أو المؤقت. حصل استهدافان في محيطه، وهناك عدد من الجرحى. هؤلاء لم يجدوا أي مكان لجراحهم على الأقل. بطبيعة الحال هذه العودة حذرة، ويمكن أن تنتكس الأمور مرة أخرى، علما أن من عاد هم طاقم الممرضات وبعض الممرضين، ولكن الظروف لا زالت حساسة للغاية. بالتأكيد الساعات القادمة سنستكشف أكثر مدى قدرة الطواقم الطبية على العودة ومباشرة العمل، مع الإشارة إلى أن المستشفى أساسا يعمل بشكل جزئي. في يناير تم اقتحام المستشفى وتجريفه، وتم ارتكاب مجزرة فيه، وتم إحراق جزء منه، وبالتالي منذ أشهر يتم العمل بشكل مستميت على إعادة إحياء المستشفى. قبل يومين فقط كان لنا مقابلة مع الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى، والذي قال إنهم يكافحون من أجل إبقاء المستشفى حيا، يقدم الخدمات الطبية للجرحى وللأطفال الخدج ولغرف العناية المركزة. المستشفى فيه غرف عمليات ليست موجودة. طيب أستاذ، في هذه النقطة، بما أنك تقول بأن هناك صعوبة في الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية على مستوى مستشفيات شمال قطاع غزة، هل تصل أو يصل أي نوع من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات في هذه المنطقة؟ على الإطلاق لم يصل شيء، على الأقل خلال أيام العملية العسكرية في جباليا التي وصلت إلى يومها العاشر وينتهي هذا اليوم، اليوم العاشر، لم تصل أي إمدادات طبية. ما وصل هو في اليوم الثاني من العملية العسكرية كمية وقود من منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مستشفى كمال عدوان، فالعودة قبل أن يتم حصاره. أما على صعيد المستلزمات الطبية لم يصل شيء. أن إدارة المستشفى حول أبرز التحديات قالوا أن الوضع الأمني والشظايا التي في المستشفى أولا، ثم قلة الكوادر الطبية ثانيا، ثم قلة المستلزمات الطبية. لم يصل أي جديد على صعيد المستلزمات، خصوصا أن هناك استهلاك كبير نتيجة وصول عدد كبير من المصابين، واليسر المستشفى لإجراء عدد من العمليات الجراحية بشكل مستمر نتيجة عدد الجرحى الكبير الذي يصل إلى المستشفى. طبعا مستشفى كمال عدوان هو الذي يتحمل عبء هذا الاجتياح بشكل أساسي كما بقية الأيام الماضية، ولكن أيضا مستشفى العودة يستمر الاحتلال في حصاره. المعلومات الواردة من هناك رغم شحها من الطواقم الطبية أن هناك إطلاق للرصاص في محيط المستشفى، وأن هناك قذائف مدفعية لا تتوقف، آليات الاحتلال تتواجد على الطريق المؤدي إلى المستشفى على بعد 20 متر فقط من مستشفى العودة. اليوم قذائف مدفعية مركزة استهدفت الطبق العلوي في مستشفى العودة. خلال الأيام الماضية وفق إدارة المستشفى تم وضع المرضى والجرحى في الغرف الداخلية وفي الطابق السفلى تحسبا من مثل هذا الاستهداف، وهو ما حصل
بالفعل دعيني أشير إلى أن مستشفى العودة كان قد فتح في يناير 18 يوما، اعتقل مديره واستشهد عدد من المقاتلين ما بين الأطباء والجرحى والمرضى نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل آخرين أيضا إضافة إلى مدير المستشفى. هناك تخوف الآن من أن يكرر الاحتلال الإسرائيلي هذا السيناريو الصعب مع مستشفى العودة. شكرا جزيلا لك من جباليا شمالي قطاع غزة، مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا لك.